هي حصة الفيزياء والكيمياء. قام فوائدتها هي الأم. وبالنسبة لشدة التيار إي فوائدتها هي الأمبير. نعم، نريد جواب بسرعة. السؤال بسيط، نريد تفاعل بشكل مكثف سي بي إي زاد عدد. ممتاز، تلميذ هشام. بالنسبة لمشروع إيديوكاتيك، هو مشروع أنجز بشراكة بين كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جمعية إيديوكاتيك، ثم مديرية إقليم رحامنا وعمالة إقليم رحامنا. هذا البروجي إيديوكاتيك تنتمكنوا من خلاله أننا نبتوا من المركز اللي كاين في المديرية، نبتوا دروس ديال الدعم للتلاميذ، وكذلك كنبتوا تكوينات للسادة الأساتذة، وكنبتوا كذلك تكوينات للسادة المديرين. كنبتوا تكوينات للسادة الأساتذة تحت شعار مجموعة من المعدات التكنولوجية في خدمة مجموعة من الطرائق البيداغوجية. التلاميذ تيتواجدوا بالقاعات، حنا كنتواجدوا بالمركز، وتيمكن لينا نبتوا هذيك الدروس ديال الدعم مباشرة. فالتلاميذ اللي ما استطاعوش أنهم يدخلوا لهذه القاعات هذه، تيمكن لهم عن طريق واحد لابليكاسيون في سمارت فون او في الحاسوب او في 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 في, في الطابلت، تيمكن لهم انهم يتبعوا معنا مباشره من المنزل ديالهم او في اي مكان، بحيث الان راه استطعنا اننا كاينين معنا مجموعه ديال التلاميذ من مختلف انحاء الوطن تيتبعوا معنا هاد الدروس ديال الدعم. 220 كنستافد من برنامج إيديوكاتيك بزاف. هو برنامج للدعم عن بعد، بزاف الحوايج استفدناهم. ما كناش كدروس، كنا في الحصص ديالنا مع الأستاذ كتكون ساعة قليلة، ما كنتبعوش مزيان. دابا الحمد لله ولينا كنستافدو مزيان، الدروس ولينا كنفهمهم كاملين. كنشكروا جميع الاساتذه اللي سهروا على هذا البرنامج. كمشروع إيديوكاتيك رحامنا اللي كيهدف الى ادخال التكنولوجيات الحديثه الى المؤسسات التعليميه، مجل محاربه الهدر المدرسي وتوجيه التلاميذ، وكذلك الى تقديم دروس الدعم لفائده المؤسسات التعليميه عن استعمال هذه التكنولوجيات الحديثه عن بعد. كذلك كيهدف هذا المشروع ديال إيديوكاتيك الى تعميمه على جميع المؤسسات التعليميه بما فيها الابتدائيه، وكذلك بالنسبه للمؤسسه الرعايه الاجتماعيه دور الطالب والطالبه سيستفيدون مستقبلا كذلك من هذا المشروع اللي كنتمناو منه تحقيق اهداف كثيره، وخصو بالذكر تحسين تقليص نسبه الهدر المدرسي والرفع من المستوى الدراسي لدى المتمدرسين. الان كيف تنشوفوا هذا الدرس الذي يبث مباشرة من المركز.